على بركة الله. السلام عليكم غزالة ديالي، كاملين لاباس عليكم؟ احوال طيبة، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتمام الصحة. اوف، عرفتي شحال من مقدمة قدمت وتا شي وحدة ما صدقت، ما عرفتش علاش، يمكن حيت شحال هكا ما بنت معاكم هكا مباشرة، جاتني غريبة انني نصور معاكم فيديو هكا وجهي كتشوفوه وكنهضر معاكم هكا مباشرة في الكاميرا، يمكن على ديك الشيء. ما نطولش عليكم في المقدمة، هذا الفيديو هذا فيه مشترياتي من شين، لان شحال هادي كنت طلبت هاد لي زارتيكل اللي غنوريكم دابا، ولكن ما كانتش عندي فرصة انني نوريهم لكم. ميم قرب العيد الكبير قلت ضروري انني نشارك معكم هادشي هذا، لان عنده علاقه هكا شي شويه بالعيد، كاين شي حاجات اللي ممكن انكم يعجبوكم تستفدوا منهم، وعلاش لا طلبوهم من شين للعيد الكبير ان شاء الله. نبداو الفيديو على بركه الله، نقولوا بسم الله. وقبل ما ننسى، اللي اول مره يشوف القناه ديالي ما تنساش تضغط على زر الجرس، ما تخسر عليه حتى شي حاجه، فقط يبقى يوصلكم الفيديوهات ديالي ما نحطهم، باش تقدروا انكم تمكنوا تشوفوهم يعني هكا كيف ما يكونوا عاد تحطوا، او لا يبقاو يخرجوا لكم في اليوتيوب ان شاء الله. يلا اللي باقي ما شارك في القناه يشارك دابا، يضغط على زر الجرس قبل ما يبدا الفيديو، واللي يبدا الفيديو يعمل لي قليبات، كيعجبو مني ملي كنشوفهم والله الا كنفرح بهم. وشكرا لكم بزاف اللي عاد دخلوا القناه ديالي، ومرحبا بكم والف الف مرحبا. اما القدام راهم موالين القناه دابا، نبداو الفيديو ان شاء الله. المهم انا طالبه شي حاجات، راه باقي ما لبستهم، كاين حاجه وحده اللي لبست وانوريكم. اول حاجه اللي عجبتني بزاف بزاف هي هاد العبايه، هادي نقدروا نقولوا عليها عبايه، نقدروا نقولوا عليها كسيوه، لان جات بواحد الموديل اللي هو جا مزيون بزاف، جا واحد الموديل اللي فيه، شوفوا الثوب بعدا كيفاش يجيكم خفيف، هادشي كامل راه نلبسو لكم تشوفوه ملبوس. المهم اول بياسه كتجي فيها هي هادي، كتجي بياسه هكا طويله فيها من هنايا طريزات، اللي هما طريزات فعلا، طريزات بصح ماشي كذوب كما كتشوفوهم هنايا، كيجيو مطروزه هكا وكلشي، طويله كامله يعني كتجي هودا حتى لتحت كما كتشوفوها هنايا بحال كسيوه، والفوقاني ديالها كتجي بحال عبايه. بالنسبه لهذا الفوقاني ديالها حتى هو رائع، شوفوا كامل مطروز من هنايا بالكميمات ديالو، فنه فنه البنات. هذه راه حاطين فيها هاد اللوين، وحاطين فيها واحد اللوين في الخضيضر، عاد حطوه ما كانوش قبل حاطينه، مي عاد حطوه دابا، كتجي هكا من الفوق. كيجيو فيها دو بياس كما كتشوفوا، راه تشوفوني لابساهم ضروري نلبسهم لكم باش تعرفوهم كيفاش كيجيو، فنه فنه. شوفوا الظهر ديالها من اللوري، وتوبه اللي عجبني فيه اكثر انها ما كيتبلانشاش، انا كنحمق على التوابات، اللي ما نبقاش انا ملي نجي نقلب على شي حاجه نلبسها عندي الخاطر انني نوض نبلانشي وهكا، يعني ما عنديش الكانه ده هادشي هذا. كيف ما كتشوفوا هنايا انا طالبه سايز اس، طايا اس، كان ممكن انني نطلب طايا ام وتجيني هي هذيك، ولكن طلبت طايا اس هي جاتني، ولكن ام كانت تجيني مريحه اكثر. مهم واحد الحاجه اللي انا عجبتني بزاف هي هاد العبايه هادي، اولا هاد دو بياس اللي كيجيو هكا نديرهم مع سنيدله وتجي فنه في البيصه ومع بلانشيشي، المهم فنه هادي. اوكي ثاني بياسه اللي غنقيسو اولا نشوفو هي هاد العبايه اللي كتجي حتى هي دو بياس كما تشوفوني، رانا نطلب يعني هكا دو بياس في اي حاجه. جات بحال هكا، عندها من هنايا هاد الخويطات هادو اللي كيجيو هكا كيتربطوا كما كتشوفوهم هنايا، نتوما تشوفوهم في التصويره انا لابساهم. باش تعرفوها يعني كيفاش كتجي في اللبسه ديالها، كتجي من هنايا عندها هادو جوج خويطات هنايا على هاد الشكل هذا، كنربطوها من هنايا، كتجي الموديل ديالها مربوط من هنا، وتوبه يا سلام البنات، ثوب كيحمق خفيف خفيف بزاف بالنسبه للصيف. تفضل. المهم ما يشعلش شعل ياك لاباس اخي، شنو واقع؟ واش عليا؟ يلاه يلاه شنو واقع هنايا؟ عرفتش مالو. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، كملوا الفيديو. هذه الثانيه ديالها اللي كتجي هكا من الفوق، سيرتو هاد النوع هادو اللي خرجوا دابا بزاف البنات هكا اوفر سايز، كتجي عبايه هكا من الفوق اوفر سايز كما كتشوفوا. الموديل ديالها ما يبالكمش، يتحقر شي شويه هكا باش تشوفوه، باش تشوفوا هكا مباشره ثوب كثوب رائع كيحمق. هذه راه حديده، هادي خصها الحديده سيرتو، هادي راه هي عندها اللبسه ديالها اللي خصها تلبس، يعني ماشي لبسه
في اي وقت. هذه عند اللبسه ديالها مثلا العيد بحال اللي قلنا هكا تلبسوها في العيد ولا شي حاجه، تلبسوها هكا ماشيين عند شي واحد هكا شي عراضه شي حاجه كتلبسها. المهم نوريكم غير هكا بالزربه، راه تشوفوني تصويرتي انني لابساها كامله ومتوله. المهم كتجي بحال هكا كما كتشوفوا، كتجي هكا كبيره، والتحتانيه ديالها كتجي ملبوسه رائعه. البنات فنه 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 في اللباس ديالها. اما بالنسبه لهاد العبايه اولا هاد دو بياس حتى هي، راه واحد الحاجه اللي نقول لكم حمقتني حمقتني بزاف بزاف. هذه صراحه ما طلبتهاش انا، المهم وصلتني كادو وحمقتني بزاف بزاف. شوفوا عند اول بياسه كتجي بحال قويمجه على هاد ستيل هذا، من هنايا كتجي راه تشوفوني لابسه بطبيعه الحال، التصويره نخليها لكم. كتجي على هذا الشكل، شوفوا كتجي على هذا الستيل. هذه البياسه الاولى ديالها، هي فيها جوج ديال البياسات. البياسه الثانيه ديالها كتجي مطروزه، انا كيحمقوني العبايات اللي كيكونوا مطروزين. البياسه الثانيه ديالها هي هذه، من هنايا كتجي الظهر ديالها، ومن هنايا التريزات اللي جاوا على النخيلات، شكل النخيلات وحمقني اللوين ديالها. لي ليدات ديالها حتى هما مطروزين، شوفوا اللوين ديال الطرزات شحال فنيون كيحمق. مهم لهذا الستيل هذا كتلبس واحد الحاجه اللي صراحه مزيونه بزاف، ان كومبينيها هكا مع واحد السروال اللي يجي في جين ابيض غادي البيج، اتجي كتحمق معها هكاك. ممكن انك تستغنى على هذه وتعمل الفوقانيين ديال العبايات اللي كيتباعوا بوحديتهم، اولا تكون عندك شي عبايه هكا في البيج ولا في الابيض، ممكن انك تعمل معها هذه من الفوق. هذه عندها عده استعمالات البنات، وفنه غزاله في اللبسه. نتوما تشوفوها كيفاش تجي في اللبسه غزاله، تعمل معها كاس شي سنيدله في هذا الكالر هذا ولا شي حاجه رائعه فنه. قولوا لي نتوما رايكم، اين عبايه من هادو اللي شفتو دابا حاليا اللي عجبتكم اكثر؟ واو، هو دا الطرزات هوادين حتى لتحتي كما كتشوفوا، التويب ديالها غزيول من ديك التويبات اللي ما كيصهدو ما حتى شي حاجه. انا بالنسبه لي هذه من احسن الوحدين اللي عزلت. ونجيو دابا للعبايه اللي لبست في العيد صغير. المهم انا لبست هذه في العيد صغير البنات، انا قلت لكم هادشي راه طلبتو شحال هذه، ما كانش عندي استعداد اولا ما كانش عندي جهد انني نشارك معكم هادشي هذا، لان كانوا عندي ظروف خاصه باش ما قدرتش نشارك معكم هادشي. اول بياسه كتجي فيها هي هذه، كتجي رائعه البنات، كتجي إليغانت في اللبسه، لان الكحل راه نتوما كتعرفوه دائما كيجي رائع في اللبسه ديالو، سيغتو العبايات. كتجي من الفوق على هذا الستيل هذا، راه تشوفوها حتى هي ملبوسه، كتجي من هنايا هكا. بالنسبه للكميمه ديالها كيجيو هكا وطويله، هو دا حتى الارض شي شويه. شوفوا انا طويله، انا بالنسبه لي اللي فيا مترو 69، يعني غادا المترو 70، تبارك الله راه طويله. يعني بالنسبه لي اللي جاتني شي شويه قصيره من تحتي، راه نتوما تلاحظوها تشوفوها في التصاور، يعني بالنسبه لي انا ما ارتحتش بها هكاك 100%. التويب ديالها راه ماشي بارد وماشي سخون، ما نكذبش عليكم نقول لكم من التواب اللي باردين، واخا تشوفوا هكا واخا تشوفوا راه هو من تحتي كيبين كما كتلاحظوا، من ديك التواب اللي كيكونوا شي شويه خصهم فصل الربيع. الصراحه فصل الربيع رائع بالنسبه لفصل الربيع. ثاني بياسه فيه هو هذه، كتجي محزمه كما كتشوفوا، ممكن انك تحزم بها هكا من الفوق، ممكن انك تحزم بها من التحت. هذا الحزام ديالها فيه حتى هو هاد الزويقه هذه اللي جات هكا، كيتحزم عادي من هنايا، فيها الزويقه غير من جهه الوسطانيه كما كتشوفوه، ولكن غزاله. عرفتوا البنات بهذا الريش هذا كتجي اليغانت في اللبسه، غزاله غزاله غزاله. بالنسبه لهذه ثاني حاجه ديالها هي العبايه اللي كتجي على هذا الستيل. بالنسبه للعبايه عند الكميمه ديالها بحال هيدا، وعندها من هنايا كما كتشوفوا هكا هاد الزويقه هذه، هو دا حتى لتحتي، وكتجي عبايه عبايه البنات فنه فنه في اللبسه ديالها. بتخوا بياس كما كتشوفوا، عند الحزام عند الفوقاني ديالها وعندها هذه. بالنسبه لهذه من الاشياء الرائعه هي اللي طلبت وعجبتني وفرحت باللبسه ديالها. الصباط اللي عملت معاها هو هذا، راه نتوما تشوفوه بلاتي نوريه لكم، جا على هذا الستيل، واحد الصباط اللي غزال حتى هو، باقي عندي ملوي. المهم لبستو لبسه وحده ورجعته، كيجي على هذا الموديل. بالنسبه لهذا الموديل هذا راه هو من الموديلات الجداد اللي خرجوا دابا،
هكا ماشي صباط. المهم انا طلبت صنداله، راهم كاينين دابا صباط. بالنسبه للوين ديالو كيحمق البنات، مريح بزاف 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 بالنسبه لي انا ورجلي. ما عنديش رجلين عراض، عندي رجلين ضعافين، من هنايا هو شي شويه عريض كما كتلاحظوه. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم رجيلات عراضين راه يلبسوه، ما تخافوش منه. من اللي عندهم رجلو طالعين راه ما يوقع لكم حتى شي حاجه، يعني يجيكم هو هذاك. بالنسبه لي انا شي شويه هو مريح غزال، ما كيدبر ما كيعمل حتى شي حاجه، رطب رطب رطب. ولكن بالنسبه لرجيلاتي ضعافين، يعني كيبقى لي شي شويه هكا الخوه، وبحال كيعذبني في المشيه، ماشي كيعذبني. المهم انا بالنسبه لي كيعجبني الصبابط يكونوا مزيرين على رجلي. من هنايا شوفوا السطما عنده رطيطبه البنات، حمقني هذا الصباط. شوفوا راه باقي جديد، يعني مشيت به غير واحد الخطيوات هكا. قولوا لي نتوما واش عجبكم هذا، واش عجبتكم هذه الصنداله. يمكن خاصني نطلب 38، هي طايتي انا طلبت 39 باش زعما نتفادى ديك مشكل الصغير. صافي يمكن خاصني نطلب 38. نجيو دابا اللبسه ديال بنتي، ممكن انكم تحتاجوها حتى نتوما العيد، واحد اللبسه البنات فنه فنه. نتوما تشوفوها لبساها كتحمق. انا غنحط لكم تصويرتها وكل تبارك الله ما شاء الله. المهم نحط لكم تصويرتها، راه هي لبساها. اول حاجه توبه ما كرهتش، انا كون كانت وحده بحالها منادم كبير، عرفتي فنه فنه. التويب ديالها حريره البنات، حرير. شوفوا شوفوا كتحمق في اللبسه ديالها، اللوين ديالها كيحمق غزال 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 غزال. يعني انا واخا من هي نقول لكم شحال مزيونه، ولكن ما تشوفوها هكا مباشره قدامكم غزاله. عندها من هنايا هكا القفيله من اللور باش كتشدها هكا من الجهه ديال العنق، باش كتبقى لهم العنيق ديالهم مشبر مزيان. طويول الطاوله ديالها ماشي حتى الارض كاع مره. هنايا الفوقانيه ديالها اللي جات على هاد السيله البنات، كتجي في اللبسه غزاله. شوفوا الديزاين ديالها شحال غزال، شوفوا الكميمات ديالها جات بحال السيل ديال اللباس ديال باكستانيين. المهم كتجي من هنايا على هاد السيل هذا، من هنايا جات عاوتاني عندها زويقة على هاد الشكل. شوفوا شحال فنه، شوفوا كتجي على هاد السيل. توبه راه ما نقول لكمش مصابكو كنتو تقيسوه. المهم اللي بغات شي لبسه لبنتها هكا في العيد وديكشي، راه ما كاينش ما احسن من هادي. هذا الحزام ديالها اللي كيجي من الداخل، يعني كتحزم الدخلانيه وكتخلي الفوقانيه بحال عبايه، كتجي على هاد السيل هكا. التصويره راه نتوما تشوفوها فنه فنه فنه، انا حمقتني هادي. بالنسبه لبنتي في عمرها 9 سنين، انا طلبت لها 10 سنين باش يلا تجي هي هذيك. سيرتو بنتي تبارك الله وفيفيه، يعني كتلبس الحويجات شويه يكونوا كبارين. مهم هكا يعني ساعة عامين ماكسيموم هكا زايد على السن ديالها. طلبت لها 10 سنين جاتها بيرفكت. اما بالنسبة بنتي الكبيرة اللي في عمرها 12 عام، طلبت لها واحد ستيل اخر اللي هي عزلاته، انا ما اقتنعتش به الصراحة بزاف بزاف، ولكن مي وصلت ولبساتها جاتها غزالة. انا بالنسبة لي هاد الاثواب بحال هادو كنحاول انني نتفاداهم، لان كيكونوا بحال شي شوية قصصحين، ولكن لا الصراحة خرجت مزيونة. عييت ما نعكس لا نطلب لها تقريبا بحال واحد السيل بحال الختا، كيجيو هكا مع بعضياتهم. ما بغاتش، قالتلك لا هي خصها ديالها هايدة حمقاتها هادي، قالتلك خصها هادي. المهم هادي كتجي هكا على الطاولة كما كتشوفوها بحال هايدة، كتجي طويلة هادي حتى لقعد الرجلين ديالها، كتجي هكا طويلة الفوقانية بحال هايدة كما شفتو. راهو مع هاد السيلات تقريبا اللي طلبت ليه ولبنيتاتي راه تقريبا نفس السيل. المهم يعجبوكم، كنظن كنظن يعجبوكم بالنسبه للاعياد، بالنسبه للمناسبات هكا مع العائله وديك الشيء. البياسه الثانيه ديالها كتجي لها هذا السيل، البياسه الثانيه ديالها حتى هي غزاله البنات. في اللبسه كتجي رائعه حتى هي، واللوين ديالها مفتوح غزال حتى هو. المهم هذه كتجي من هنايا بحال كتبين كما كتشوفوا عكس الاخرى ديال الختا. وهنايا عندها حتى هي الحزيم ديالها اللي جا بحال هيدا. بالنسبه للحزيم راه كيجي من الداخل، يعني من التحتانيه، غتشوفوا التصويره ديالها طبيعه الحال، راه نخلي لكم كل شيء. المهم كتجي فحال هيدا، واللوين ديالها في الشويبي حتى هو جا مزيون. بالنسبه للسايز ديالها طلبت لها انا مصاب نجبر هادي مكتوب فيها السايز، كنظن طلبت لها يمكن 13 عام، هي عندها 12 عام، طلبت لها 13 عام باش يلاه جاتها هو هذاك. صراحه جات رائعه بالنسبه للسايز ديالها والكل شيء، جات غزاله. اوكي سالينا مع العبايات، يعني دابا كنظن العبايات ما كاينين شي سر ولا خرجت لي شي وحده من الجنب الله اعلم. المهم كنظن سالينا مع العبايات. هذه واحد
بيجامه. بزاف الناس في الفيديو ديال شين اللي كنت صورت لكم مؤخرا اولا شحال هادي سيرتو انا ما كنصور لكمش فيديوهات ديال شين بزاف حيت ما كنطلبش من شين بزاف. كيعجبوني لي زارتيكل ديالك يحمقوني، ولكن راه ملي كنخرج للحانوت كنشوف شي حاجه ولا هادي يعني كنشري، بالاخر ملي كنجي نشوف شين كنجبر راسي شاريه. دونك علاش نطلب؟ سيرتو كنطلب فلوس، راه ماشي كولابوراسيون ولا شي حاجه عامله لهم ولا هادي، يعني انا غير فقط كنبغي نشارك معكم الحاجات اللي ممكن انكم تستافدوا منهم. اول حاجه في هذا البيجامه البنات هي كتجي على هاد ستيل بحال هيدا، انا نوريها لكم ماشي انا لابسه، نوريكم هذا المانكا لابساها كما كتشوفوا. المهم تشوفوها كتجي على هاد ستيل هذا، من هنايا كتلبس وكتربط على شكل هكا على شكل واي. المهم اي كتجي بحال هيدا، المهم ما عرفتش انا راه باقي ما لبستها هادي. من هنا كتجي من الداخل عند الحزام من هنا وحزام من هنا ياكو. ويت ويت ما هذا يا هذا، واو لا البنات دابا انا فهمتاش والله حتى لبسه دابا باش نفهم كيفاش خصها تجي. انا لبسه حداكم هكا ياك غير فوقاني ياك فوق حويجي، ما يقول لي حد ما لبست بيجامه انا لبست لكم بيجامه ماشي ما خصهاش تجي هكا. المهم صافي اوكي صافي فهمتها فهمتوها صافي حيدة. المهم كتجي عندها من هنا الحزام اوكي، وعندها حزام واحد اخر من هنا ياكو هذا كتربط من هنا. ما تشوفوهاش دابا راه ما تشوفونيش لابسه فوق الحوايج تقولوا على عروبيه، لا 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 راه كتجي رائعه البنات في اللبسه. وعندها حزام اخر من هنا ومن هنا كتجي على هذا السيل هذا، من هنايا كتربط على جوج جوايع، يعني كتبقى لك انا هادشي اللي بغيت نوريكم انها كتبقى من هنا مشبره، يعني ماشي كتجيك مزيره ولا شي حاجه. شوفوا الكميمه ديالها راه ما كيجيوش طوال، انا ما كيعجبونيش بيجامات يكونوا الكميمه ديالهم طوالين باش هكا ملي كيكون الانسان في دارو داكشي كيكون على راحته سيرتو على الشغل، ويعني هكا يبقى مرتاح بالبيجامه ما تكونش عاوتاني كبيره عليك بزاف. هذه الفوقاني ديالها، وهذا السروال بالنسبه للسريول حتى هو جا غزاله البنات، جا هكا وسيسع كيجي السيل ديالو بحال هكا واسع. شوفوا الزويقه ديالها شحال فنه، ربيعيه ماشي صيفيه وماشي شتويه البنات، يعني هذا الوقيته ديالها سيرتو حنايا هنايا بالنسبه لهاد البلاد هادي السعيده اللي ما كتعرف الجو ديالها كيفاش عامل. سروالها كيجي على هاد السيل، لونها رائع كيحمق، دي ترخيصه رخيصه رخيصه بزاف. المهم هذا اهم حاجه هو رخيصه، انا كيعجبوني نطيح في الهنيزات، ما كيعجبنيش نشري الحاجات غاليه ما نكذبش عليكم. انا ماشي من ديك النوع اللي نقول لكم او واو مشيت شريت هادي ما عرف شحال وشريت شريت هادي ما عرف شحال، انا ما عجبونيش من ديك النوع، كيعجبني نقلب على الهميزات سيرتو هكا ملي كنشري شي حاجه كانت غاليه ونقصوا لها الثمن وبزاف كنفرح بها. اولا لا مشيت شريت شي حاجه غاليه كنحس براسي بحال شمتوني داولي فلوس يا عباد الله. المهم انا من ديك النوع، قولوا عليا كما بغيتوا تقولوا. اما بالنسبه للبيجامه الثانيه البنات فهي جات خاصها تبلانش، انا هذه الحاجه اللي ما كيعجبنيش تحديده وبيجامه حددت الحوايج بالزنقه باش نحدد البيجامه ديال الدار. المهم فنه هي اللبسه ديالها والشكل ديالها غزال، سينو خاصها تبلانشا خاصها تحدد البنات. شوفوا الجديده ديالها كتجي الموديل ديالها غزال. المهم كتجي من هنايا كيت، المهم تشوفوها ملبوسه ماشي انا لابساها المانكا، اتجي من هنايا الكميمات ديالها على هذا الشكل ياكو، ما ديوش على الثوب راه هو ما بلانشيش، كتجي من هنا الموديل ديالها بحال هيدا، من هنايا عند الروفلي شوفوا، ومن هنايا عند الكميم ديالها على هذا الموديل. وبالنسبه للسروال ديالها حتى هو رجيلاتو بحال هكاك كيجي بحال هكا وسيسع، راه ماشي مزيرين هادو، كاينين انواع اللي كيكونوا عندهم رجيلات مزيرين هكا، هذا لا هذا مرخوف بحال هكا، وثوبو راه كيبين، يعني هذه غير لبسه تخشى في الكامه ما عندك ما تدور بها قدام ولادك صراحه. شوفوا شوفوا كتبين وبزاف. المهم بالنسبه للثوب ديالها مريح، خيط 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 خيط، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم شي حساسيه شي ثوب ولا شي حاجه وكيصه كيبغيو يلبسوا الخيط راه هذا يناسبكم.
العطايه انا طلبت اس، يعني كنظن اس هي هذيك بالنسبه للسايز ديالي انا، يعني كنلبس ما بين اس و ام. يعني بعثوني كنشوف هذه ما عرفتش شنو صراحه، ها نشوف شنو هي. كتجي صافي عرفتها، كتجي هذه بحال كسيوة الدار، كتجي على هذا الستيل هذا، عندها من هنايا بحال هادو جوقومه، ما عرفتش على الجوقومه، عرفتش واش هادشي قدي من الفوق ولا لا، سيرتو انا الفوق ضعيفه من هنا. المهم كتجي بحال هكا، عندها دو بياس، انا غنوريكم المانكا ديالو كيفاش لابساها. كتجي من هنايا عندها دو بياس خفيفه بالنسبه للصيف صراحه، غزاله هكا تنعس بها وديكشي غزاله. كتجي الموديل ديالها بحال هيدا، شوفوا السيل ديالها، عندها كيما الظهر كيما القدام كيما اللور، جات من هنايا هاد الثوب هذا هكا كي إلاستيك كيتجبد. المهم يجي مع اي جسم، يعني بالنسبه للناس اللي يقولوا ما نعرفتيهم تاع يجيو مزيره ولا لا، راه كتزير كتجبد يعني هكا، وطويله كما كتشوفوها من تحتي، عندها الخيط، عندها الثوب الخيط على هذا الستيل هذا كما كتشوفوا هنايا. المهم بالنسبه لهذه انا عجبتني كهكا اللبسه في الدار، اللبسه هكا في من كنا نعاس وديك شي، حيت خفيفه بزاف. انا كيعجبني بزاف نلبس الحاجات اللي كيكونوا هكا مريحين في النعاس، سيغتو النعاس مازال الدار ماشي مشكل، نقدر نلبس سبور نلبس اي حاجه ما عنديش مشكل، ولكن النعاس كيعجبني هكا نلبس شي حاجات اللي يكونوا خفافين ويكونوا مريحين في اللبسه. هنا بالنسبه لهاد اللبسه هادي طلبتها لبنتي وحده، صدقت لبنتي وحده، مهم ماشي مشكل. كتجي اللبسه فيها دو بياس كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد اللبسه هادي البنات غزاله، عمري ما جربت انا البناتي حوايج هكا كحوايج نلبسهم لهم، يعني الزنقه وديك الشيء يلبسوهم، كان سيرتو كنشيلهم للعيد ولا شي حاجه كيفكني انا شين بالنسبه للعيد لبنياتي ولا شي حاجه، كنقدر نشري لهم هكا شي عبايه شي لبسه شي ماشي لبسه شي عبايه للدار العيد. مهم هكا هذه جات عجبتني الصراحه، توبه الاستيك كتجي هكا كسيوه عندها من هنايا هادو، وكتجبد ثوبة كيجي بحال هيدا، كتجي فيها الوريدات اللوينات، كاينه فيها هاد اللوين، كاينه فيها واحد شويبي، كاينه فيها الاحمر. اوكي عندها الفوقاني ديالها كيجي بحال هيدا، انا عجبني بزاف الفوقاني ديالها اكثر من الكسيوه بصراحه، لانها تستافد بزاف منه. جات الفوقاني ديالها بحال هيدا كيتربط، والموديل ديالو غزال، شوفوا الكميمات ديالو، شوفوا الجنيبات ديالو، جا غزيول. سيرتو هذا حسن من ديك اللي كيكونوا عندهم القفيلات، راه نتوما تجبروا بحاله من شكيلات اللي كيكونوا بحال كويم جا هكا قصارين وعندهم القفيلات، ديك القفيلات انا ما كنحملهمش صراحه الله، قفيلات ديال شين ما عنديش معاهم بزاف، سينو انك تطلب الحاجه ديال شين وتبدل القفيلات ديالها بشي قفيلات اخرين. المهم هذاك ما علينا، الثوبه كيجي بحال هيدا وغزاله في اللبسه البنات، كتجي كتحمق. انا طلبت الطايه البنات 13، خليوني نتاكد وصاردوا لي 13، طلبت الطايه 13 عام بالنسبه لبنتي الكبيره، جات قصيصره المهم فوق الركبه، وانا ما عجبتنيش هكاك فوق الركبه، سينو كانت تلبس معاها واحد الليجينغ ولا شي حاجه وما تجيش اللبسه مزونه. قلت لبنتي اللي عندها 9 سنين قيصه ونشوفها كيفاش تجيك، مي قيصه تجات هكا يعني على قياس الركبه شويه تحت الركبه، عجبتني عليها وقلت لها صافي اتديها هي ونشوف الاختها شي وحده اخرى بحالها اللي تكون طايته بحالها، اللون مبدل ولا شي ستيل هكا بحالها والستيل مبدل، وتكون طايه 15 كنظن 15 عام بالنسبه للبنت 12 عام. يلا تجي هو هذاك بغاش يتقطع. هنا البنات كنت طلبت واحد اللبسه اللي فيها دو بياس، بالنسبه لهاد اللبسه هذه تجيكم سخونه، ولكن بالنسبه لينا حنايا لهذا الجو اللي حنا كنعيشوه حاليا اللي هو ما هو صيف ما هو شتاء ما هو خريف ما هو ربيع ما عرفنا شنو، الله اعلم الله يلطف بينا، اجي هو هذاك ولكن جاتني كبيره. المهم هذه نعطيها لماما ان شاء الله باذن الله. المهم كتجي على هاد الشكل هذا، فنا البنات توبه كيحمق، سيرتو نتوما عارفين الصوف دابا راه هو
دابا هو اللي كاين. شوفوا ليديدات ديالها، شوفوا التويشيات ديالها اللي عندها في العنيق، عندها من هنايا هاد القفيلات. بالنسبه لهنايا شوفوا التحت ديالها كيفاش جات الموديل ديالها. من هنايا عندها الفتيحه من هنا، ومن الجهه الاخرى ثوبه غزاله البنات، كتجي اوفر سايز. هي الصراحه انا ما طلبتش سايز كبيره، راه انا طلبت سايز ام، كان يمكن خصني اكس اس فيها، يلاه تجيني انا. بالنسبه للسروال ديالها كيجي كله واسع، كله هو دوسوعيه وحده، يمكن راه لبسه لكم قيصه لكم تشوفوها علاش لا، باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه. المهم سروالها كيجي كامل هواد واسع. شوفوا غير من اللور راه تبان لكم راه هي كبيره، شوفوا من اللور راه تبان لكم بانها كبيره. بالنسبه لهذا السروال راه هو كيتزير من هنايا، فنه ثوبه ما عندي ما نقول. ديك الصوف اللي كتكون صوف سخونه ورطبه كيحمق صراحه، وتستاهل. المهم تسالاش لا، بحالي انا بحال ماما، وماما حسن تلبسها هي احسن مني انا. المهم عجبتني كموديل، بالنسبه للناس اللي باغيينها، بالنسبه للناس اللي كيكونوا هكا عميمرين وديك الشيء، طلبوا غير الامر كنظن تجيكم. وهذاك على حسب كل وحده وكيفاش. شوفوا عندها الجويبات كيحمقوا من هنايا فنين، ومن هنايا عندها هاد القفيلات اللي جاو بحال هيدا غزالين رويال. ها انتم فنه، انا عجبتني هادي بزاف. مم ماشي قدي، طلبتها رخيصه، نخلي لكم الثمن ديالها شحال. شوفوا البنات التليفون طفالي، المهم ماشي طفالي، ستوريج عمر وصدق سني بدلت التليفون، حتى التليفون اخر يمكن يبان لكم التصوير مبدل، ما عرفتش نجرب ونشوف على الله. المهم نكمل لكم الفيديو. طلبت هادو البنات اللي كتجي هكا بحال واحد شبيكه كتعمل فيها من هنايا الميكات، اللي هما عندنا روينه ديال الميكات ما كتعرف فين كتعملهم. المهم هذه كتعمل فيها هكا الميكات من الداخل وكتعلق من هنا، سيرتو كتعلق عجبتني، وسيرتو عندها من هنا هاد الحفيره اللي كتبقى تجبد منها الميكات من لتحتي. صراحه الموديل ديالها مزيون براكتيك، كتعلق في اي حاجه، ممكن تعمل لها غير ديك اللصاق، ديك اللي كنعلقو هكا باش يعني ماشي خفيفه، وحتى الميكات اللي غتعملوا فيها خفافين، يعني ماشي غيطيحوا لكم ولا شي حاجه، يعني ماشي ضروري تضربوا مسمار ولا شي حاجه. داكشي اللي بغيت نقول لكم، ديك اللي كنلصقوهم غير في الحيط اللي كيتلصقوا هكا، المهم فهمتوني ياكو، غير باللصاق وديكشي. المهم هذه بصراحه واحد الحاجه اللي هي مزونه بزاف. طلبت هادو هكا اللي كيداروا اللي كنديروا هكا، كنلولو بهم الطاكوس، كنلولو بهم الملح، كنحطو عليهم البرجر، كيجيو هكا الكويغطات على هاد التشكيل بحال الجريده، كيجيو بحال هكا. بالنسبه للباك فيه 100 وحده، باك فيه 100 وحده، كيجيو الصراحه بحال هيدا. كتعمل فيهم هكا الديزاين، مثلا تعمل طاكوس وبحال هكا، تعمل طاكو هنايا وتلوي عليه هيدا، جا هذا. المهم كتلويه على هاد السيل هذا، وتعمل له ديك خويط هنايا ديال الحبل. أليكس مالك؟ اوكي أليكس، شنو خصك؟ شنو نقول لهم؟ سلام غزالة ديالي، نقول لهم سلام غزالة ديالي، انا جيت عندكم. واتس هابن؟ شنو خصك؟ شنو خصك؟ تاكل داك تاكل. يلا قول لهم باي باي، انا ماشي. المهم البنات هادو كيجيو فيهم 100 وحده، ومزيانين الصراحه. الموديلات راه كاينين فيهم الالوان واشكال وانواع، وحتى القياس راه كاينين فيهم قياسات اخرين، يعني ماشي ضروري انهم يكونوا فقط غير ديال 100، كاينه 50، كاينه 25، طلبوا على حسب ما بغيتوا، ولكن راه رخاص بزاف. كنظن اخر حاجه غنشارك معكم هما هادو. اول مره نطلب لي زاكسسوار ديال شين، يعني انا قلت لكم ماشي من الناس اللي كيشريو من شين بزاف، ولكن ها اللي كنشري منها صراحه كيعجبني الحال. كيجيو بحال هكا حلقات، المهم الموديل ديالهم كيجي على هاد ستيل. انا معاه ما عنديش ثلاثه ثقبات او جوج ثقبات في ودني، دايره فقط غير وحده اللي كانت دارت لي ماما الله يحفظها لي في صغري، يعني ما زدتش ثقبت ودني ولا شي حاجه.
هذه كتجيب حله عندك هكا، يعني بحال عندك بزاف ديال الحويلقات في دقه. هذه اللي عجبني فيها، كتجي لهذا الموديل. وتال هنا نكون ساليت معكم هذا الفيديو، كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه، تكون عجبتكم شي حاجه من هذا الشيء انا اللي وريتكم، يكون عجبكم الذوق ديالي. علاش لا، كنتمنى انه يكون عجبكم الذوق ديالي. ما تنساوش الحباب دعموني في القناه، واللي باقي ما شارك في القناه يشارك باش دائما يوصلوا الفيديو ديالي. او حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، كنظن ان هذا العام هذا نتسخر من شين بزاف، لان كاينه مقاطعه بزاف ديال المحلات اللي مصدومين فيهم صراحه، كنبغيو نشريو منهم، كيعجبونا الحاجات ديالهم، ولكن راه ما يمكنش نشريو بالدم ديال خوتنا المسلمين ونزيدو نقتلو فيهم عرق بعرق. سورتو هادشي اللي كنشوفوه زاد، طول بزاف وزاد وطغاو بزاف، ما عجبناش الحال، وما علينا غير بالدعاء، ما علينا غير بالمقاطعه. علاش لا ما نشاركش معكم الا بغيتو، والا عجبكم هذا الفيديو انا ندي على حسب الفيديو. الا كان الفيديو فيه لي لايك بزاف، فيه كومنتات بزاف، وفيه الناس بزاف اللي شاركوا، اولا الناس بزاف اللي شاهدوه، غنبقى نشارك معكم فيديوهات بحال هكا، ونشارك معكم مشتريات ديالي من محلات اخرين. المهم عطوني رايكم نتوما الا بغيتو. الى هنا كنقول لكم باي باي عليكم، ما سخيتش بكم. نوض نجي مع روين، تعرفتي يا البنات على روين عاي كنسيب، وليت مي بديت كنفتح كنسيب باش هكا نوريكم الفيديو. ما سخيتش بكم، وباي باي عليكم، كاملكم سلام.